ندوة تعريفية في قاعة المناسبات تجمع الكاتب رستم آغالة وبعض من أتباع الديانة الكاكائية في مدينة حلبشة للتعريف بكتابه المطبوع حديثا نحن كاكائيون مع ألبوم لصور شاماران الأسطورية، والهدف من طبعهما حفظ التراث الثقافي من الضياع والاندثار. الهدف من الكتاب تسجيل ملامح ولغة الجسد لأفراد هذا المكون من الشعب الكردي، وفي السابق لم يتطرق أحد هذا الجانب، تم الكتابة والحديث حوله، لكن لا يوجد عمل في الجانب الفني يوثقه بالصور الفوتوغرافية. سجلت في الكتاب بعض الملامح لم يبقوا على قيد الحياة، والآخرون بعد سنوات لا يبقى لهم أثر، وكان من الضروري للحديث حول لغة الجسد والأحاسيس العميقة وجود مثل هذا الكتاب. وخلال حديث الكاتب للحاضرين في الندوة تطرق إلى المصاعب والمخاطر التي واجهته خلال عمله الدؤوب، وحظي كتاب إيما كاكايين باهتمام كبير ممن حضر الندوة من الوجهاء والناشطين المدنيين من الطائفة الكاكائية. كتاب نحن كاكائيون للفوتوغراف من أحد الكتب القيمة، تجاوز فيه الكاتب لغة الكتابة وسجل ما يتعلق بالكاكائيين على مستوى عال من الفن والدقة، ويوضح المؤلف أيضا الكثير من جوانب الثقافة وملامح الشخصية وهيئتهم. والكتاب ثروة ثقافية وتوثيق رائع، وتمنى دراسته في المعاهد والجامعات. العاملون على ثقافة وتراث الكاكائية عددهم كبير، ومن هم خارج الطائفة من الكتاب لعملهم أهميته الخاصة، فهدفهم حفظ وأرشفة جميع ما يتعلق بهذا المكون الأصيل من الشعب الكردي وحفظ تراثه. وعمل آغالة من الأعمال الرائعة، حيث قام بأرشفة وتوثيق الصور بجودة عالية. الكاكائية ديانة قديمة، جميع أتباعها من الكرد المنتشرين في محافظات كرمانشاه الإيرانية ومحافظات كركوك وحلبشة وبعض مناطق العراق وتركيا. وبعد سقوط النظام في العراق تعرضت قراهم لهجمات إرهابية، وتم نسف بعض مراقد أئمتهم من قبل جماعات متطرفة. لقناة زاغروس تي في، أمير سليم، حلبشة.